ابعتلي ايميل 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 وطمني ترى 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 ونهار وليل 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 ما بتزعجني برم 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 ابعتلي ايميل اي عيني يا ليل ابعتلي ايميل. ما هذا يا بلبل؟ ايميل أراك مضروبا. نعم، فكتابة الإيميل تحتاج إلى مزاج صافٍ. إيميل؟ أتكتب إيميل؟ نعم، وما المانع؟ هل تعرف ما معنى كلمة إيميل؟ إيميل؟ آه، إيميل تعني إيميل. الإيميل كلمة إنجليزية تعني البريد الإلكتروني. آه، أي إرسال رسالة بشكل إلكتروني. نعم، كأن ترسلها عبر الإنترنت كما أفعل أنا الآن. نعم، هناك رسائل ورقية، أي كأن ترسل رسالة مكتوبة على الورق. حقاً؟ وهناك الرسائل الصوتية، كأن ترسل صوتاً مسجلاً عبر الهاتف أو الإنترنت. يبدو أن هناك أنواعاً كثيرة للرسائل. نعم، رسائل سمعية وبصرية وحسية. ولكن الإيميل مميز بين هذه الأنواع. أرجوك لا تعطليني. ولكن لمن ترسل هذا الإيميل؟ أرسله إلى صديقي العزيز. ومن هو هذا الصديق؟ هذا الذي أحبه كثيراً. ومن هو؟ إنه صديقي الذي سيأتي لزيارتي. ومتى سيأتي لزيارتك؟ بعد أن أتعرف عليه. ومتى ستتعرف عليه؟ بعد أن ألتقي به مصادفة. ما بك يا بلبل؟ كيف ستلتقي به مصادفة؟ بالحقيقة أنت غريبة يا لولو. في يوم ما سنذهب أنا وأنت إلى السوق وسألتقيه بالصدفة. سأسلم عليه وأعرفه بنفسي وبذلك نصبح صديقين. وماذا بعد؟ سيزورني في المنزل يوماً ما وسنلعب سوياً. وفي اليوم التالي سأرسل له هذا الإيميل. أنت إذن تكتب إيميلاً لصديق لا تعرفه بعد. أنا أخاف حين أصادقه أن يكون وقتي ممتلئاً، فلا أكتب إليه. أنت أغرب آلي رأيته في حياتي. وما الغرابة يا لولو؟ أكتب رسالة إلى الحاسب وسأطلب من الحاسب إرسالها. إلى أين؟ إلى صديقي الذي سأتعرف عليه. وكيف سيعرف الحاسب عنوانه؟ أي عنوان؟ يا بلبل، كي ترسل رسالة عبر الإنترنت عليك أن تحدد للحاسب عنوان الشخص المطلوب. لماذا؟ أولا يعرف الحاسب عنوانه؟ طبعا لا، عليك أنت أن تحدد له العنوان. وكيف يقولون أن الحاسب يعرف كل شيء؟ من قال لك هذا؟ إن الحاسب يعرف بقدر ما نعطيه من معلومات. الآن فهمت، نكتب الرسالة ثم نعطي الحاسب عنوان البريد الإلكتروني للشخص المطلوب فيرسل إليه الرسالة. تمام، الآن اتفقنا. ولكن كيف يرسل الحاسب الرسالة؟ هل يبعثها إلى ساعي البريد؟ عدنا واختلفنا، أي ساعي بريد؟ هوهو لولو، ساعي البريد الذي يوصل الرسائل. هذه وسيلة مختلفة وقديمة. قديمة؟ أجل، فهناك الآن وسائل سريعة جداً للاتصالات. أنا شخصياً أفضل الحمام الزاجل. ماذا؟ الحمام الزاجل؟ نعم، نعم، قرأت في كتاب قديم أنهم كانوا يربطون الرسالة في رجل الحمام الزاجل وكانت تطير بها مسافات بعيدة لإيصالها. نعم، ولكن ليس الآن. لماذا؟ هل انقرض الحمام الزاجل؟ لا، ولكنها طريقة قديمة جداً قبل الكهرباء وقبل الحاسب والهواتف. تقصدين أنها كانت مستخدمة قبل ظهور هذه الاختراعات الحديثة؟ تمام، لابد أن الإنسان قد ابتكر طرقاً كثيرة للاتصال. في الحقيقة علينا أن
الحاسب، ما رأيك؟ ألم تقولي أن الحاسب لا يعرف إلا ما نعطيه من معلومات؟ أجل، لذلك سأدخل إلى موقع متخصص بالاتصالات، وعندها سيعطيني الحاسب المعلومات من ذلك الموقع وليس من الحاسب. أتقصدين أن الذين صنعوا الموقع هم الذين وضعوا فيه المعلومات؟ أحسنت. سأدخل الآن إلى أحد مواقع البحث وليكن جوجل. ماذا؟ اسم مضحك. جوجل؟ 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 وهل يسمي أحد جوجل؟ أين أنت يا جوجل؟ تعال يا جوجل، اذهب يا جوجل. إن جوجل هو أحد المواقع الشهيرة في العالم. وماذا يقدم هذا الموقع؟ لعله يقدم بيتزا شهيرة. إنه موقع للبحث، إذا أعطيته كلمة ما أو موضوعا ما ترغب في معرفته فإنه يدلك على المواقع التي تحوي تلك الكلمة أو ذاك الموضوع. واو، إن عمله رائع، لكن اسمه مضحك. جوجل. عندما تصنع موقعا خاصا بك يمكنك الاختيار الاسم الذي يحلو لك. وهل أستطيع أن أصنع لي موقعا على الإنترنت وأختار له الاسم الذي يحلو لي؟ نعم، بشرط ألا يكون قد اختار أحد ما الاسم قبلك. وكيف أعرف إن كان سبقني أحدهم في اختيار نفس الاسم؟ هناك منظمة عالمية تسمى الأيانا، هي المسؤولة عن تنظيم الأسماء والاشتراكات. علي أن أسأل هذه المنظمة أولاً. نعم، وتحجز عندهم اسماً خاصاً بك وتدفع لقاء ذلك رسوماً رمزية. وماذا سأسمي موقعي؟ ماذا سأسمي موقعي؟ سأسميه بلبلكو. بلبلكو، جميل. بلبلكو في المعلومات يساعدك. يجب أن تتعلم أولاً قبل أن تعطي المعلومات. أنا بانتظارك يا معلمتي، علميني. سأبحث عن موقع متخصص بالاتصالات. هيا يا لولو، ابحثي جيداً، أساعدك في البحث. لا لا لا، شكراً. يبدو هذا الموقع موقعاً مهماً ومفيداً. هيا يا لولو لنرى ما فيه من معلومات. ليس الآن يا بلبل، إذ يجب علي أن أتدرب الآن على العزف. وأي عزف؟ أنا سيد، غداً، غداً حفلة المدرسة وأنا أساسية في العزف والغناء. صحيح، هيا اذهبي وتدربي بسرعة بينما أكمل أنا الإيميل لصديقي العزيز. وأنت سلمي لي على الدو ري مي فا صول. أين كنت يا بلبل؟ وأريدك أن تزورني غدا، فقد جهزت لك وجبة شهية من الكهرباء الطازجة، وأحضرت لك هدية متواضعة، إنها ملمع للمعادن برائحة التفاح. ما هذا؟ ماذا يجري؟ هذه طبول الحرب؟ هل هجم الأعداء؟ يا إلهي، من؟ لولو؟ ما هذا يا لولو؟ إنه الطبل، لقد كان فوق الخزانة، ألم تره سابقا؟ رأيته مرة في التلفاز. حسنا، أريد أن أتدرب، فغدا عندي احتفال. لحظة لحظة لحظة، قبل أن تبدأ العزف أريد أن أتعرف على هذا الطبل. هو غشاء يشد على إطار خشبي ويصنع عادة من جلود الحيوانات أو من مواد صناعية، وعندما تضربين عليه يصدر هذا الصوت المخيف. أقصد الجميل. هل تعلم يا بلبل أن الطبول كانت تستعمل منذ زمن بعيد للنداء والاتصال؟ ماذا؟ الطبول؟ أجل، كان يتفق على ضربات معينة لإيصال رسائل معينة. لم أفهم. مثلا إذا ضرب هذا الإيقاع، يعلمون أن العدو قادم.
الآن فهمت. ومثلا إذا ضرب هذا الإيقاع يعلم الناس أن عليهم الاجتماع، وهكذا. إذن كل إيقاع يعبر عن رسالة معينة. وهناك بعض الشعوب البدائية ما زالت تستعمل هذه الطريقة، لكن صوت الطبل لن يصل إلى مسافات بعيدة. فما الحل لإيصال الرسائل بعيدا من جبل إلى جبل آخر مثلا؟ استخدم الإنسان أيضا المشاعل والدخان لإيصال المعلومات. كيف ذلك؟ توقد النار وتحرك بأشكال مختلفة، وكل شكل يحمل رسالة للطرف الآخر. وماذا يفعلون لإيصال الرسائل إلى مسافات شاسعة من بلد إلى بلد مثلا؟ كان يجري تنقل هذه الإشارات من شخص إلى آخر ثم آخر إلى آخر وهكذا. هذا يحتاج إلى جهد كبير وإلى أشخاص كثيرين. تخيل يا بلبل أنه في عهد الإسكندري الأكبر وصلت الرسائل من اليونان إلى الهند في 5 أيام فقط. أين هما على الكرة الأرضية؟ انظر، هذه اليونان وهذه الهند. واو، مسافة شاسعة جدا في 5 أيام، هذا إنجاز رهيب. ونظم الفرس البريد منذ 2500 سنة تقريبا. واو، يا له من إنجاز. أما الرومان فقد كانوا يستخدمون العدائين. وما معنى العدائون؟ العداء هو رياضي سريع في الركض ولديه القدرة على قطع مسافات بعيدة وهو راكض. يركض ليوصل الرسائل؟ أجل، ولماذا لا يركب سيارة أو طائرة؟ يا بلبل، منذ مئات السنين لم تكن هذه الاختراعات موجودة، لكنهم استعملوا الإبل والأحصنة في التنقل. وكيف تطورت الاتصالات؟ وكيف صنع الإنسان الهاتف والإنترنت ووسائط الاتصال الحديثة؟ هذا ما سأخبرك به، ولكن بعد أن أفرغ من تدريبي. هيا إلى اللقاء. وأنا سأذهب لآخذ جرعة إضافية من الكهرباء، يبدو أن لدي عمل كثير يحتاج إلى تركيز. هيا يا بلبل. هيا أخبرينا ما القصة. عندما اكتشف الإنسان الكهرباء تبين له أنها تنتقل من طرف إلى آخر بسرعة الضوء. وكم سرعة الضوء؟ هل هو أسرع مني؟ إن سرعة الضوء حوالي 300 مليون متر في الثانية. ماذا؟ 300 مليون متر في الثانية؟ إنها سرعة هائلة لا يمكن تخيلها ولا منافستها. بينما سرعة الصوت 340 مترا في الثانية فقط. إذن الضوء أسرع من الصوت بكثير. وهذا ما يفسر ظهور البرق قبل سماع الرعد. هكذا إذن. ففكر العلماء أنهم لو استطاعوا نقل الصوت عبر التيار الكهربائي فإنه سيصل بشكل سريع جدا. وكيف سيتم هذا النقل؟ كان عليهم أولا أن يفهموا ما هو الصوت. وأنا أيضا أريد أن أفهم ما هو الصوت. عندما نتكلم يا بلبل فإن الصوت يحرك جزيئات الهواء الملاصقة لفمنا. وماذا يحدث؟ إن جزيئات الهواء الملاصقة للفم تهز التي بجوارها بنفس القيمة، وتلك أيضا تهز التي بعدها، وهكذا حتى تصل هذه الاهتزازات إلى أذن المستمع. إذن جزيئات الهواء يهز بعضها بعضا. نعم، وتصل هذه الاهتزازات إلى الأذن. وماذا يحدث في الأذن؟ تصل هذه الاهتزازات إلى غشاء الطبل فيهتز مثلها بنفس القيمة. أوه، أنت والطبل، دعينا الآن منه وتكلمي بشكل علمي. إني أقول الحقيقة، لما لا تصدقني؟ لأنك تقولين أشياء غريبة. طبل وغشاء الطبل. هذه الحقيقة يا بلبل، غشاء الطبل هو غشاء رقيق جدا في الأذن يحتز باهتزاز الهواء الناجم عن الصوت. وماذا يحدث باهتزازه؟ تنتقل هذه الاهتزازات من غشاء الطبل إلى العصب السمعي الذي ينقل هذه المعلومات عبر الأعصاب إلى الدماغ، والدماغ سيفسر هذه الاهتزازات، وعندها أعلم من المتكلم وماذا يقول.
إنها آلية عجيبة ومعقدة. أجل يا بلبل، هناك سؤال يخطر الآن ببالي. تفضل. لكنه صعب، يتناسب مع ذكائي الخارق. تفضل يا بلبل، وإن لم أعرف الإجابة سنبحث عنها سوية كفريق عمل. طالما أن جميع الأصوات هي عبارة عن اهتزازات، فكيف يميز الإنسان صوت شخص عن صوت شخص آخر؟ حقا إنه سؤال محير. وكيف سنعرف الجواب؟ دعنا نبحث عنه في الحاسب، فهذا الموقع يحوي الكثير من المعلومات. هيا يا لولو ابحثي، ابحثي يا لولو هيا، هيا يا لولو ابحثي، ابحثي هيا، هيا يا لولو هيا، ابحثي يا لولو هيا، ابحثي هيا. ها وجدتها، وجدتها يا بلبل. عندما يتكلم الإنسان يهتز الهواء، وهذا الاهتزاز يختلف من شخص إلى آخر، وعندما تصل هذه الاهتزازات إلى أذن المستمع سيميز صوت كل شخص حسب شكل الاهتزاز الناتج. إذن فالاهتزاز الناتج عن صوتي يختلف عن الاهتزاز الناتج عن صوتي. تماما يا بلبل. هل تعلم أن الإنسان لا يستطيع أن يسمع جميع الأصوات؟ كيف؟ لم أفهم. يستطيع الإنسان أن يسمع الأصوات التي تتراوح ما بين 16 هيرتز و 20,000 هيرتز فقط. هيرتز؟ ما هذا الهيرتز؟ إن الهيرتز مقياس يعبر عن اهتزازة واحدة خلال ثانية واحدة. هل تتوقعين أني فهمت شيئاً مما قد قلت؟ يا بلبل، أغمض عينيك وتخيل ساعة لها نواس. حسناً، إذا اهتز النواس مرة واحدة في الثانية نقول أن تردد حركته 1 هيرتز. تمام، مفهوم. وإذا اهتز مرتين في الثانية نقول أن تردد حركته 2 هيرتز. حسناً. وهكذا إذا اهتز 10 مرات في الثانية نقول أن تردد حركته 10 هيرتز. إذن كلما زاد الهيرتز كلما زادت سرعة الاهتزاز. أحسن، فهناك أصوات تكون سرعة اهتزازها منخفضة كالأصوات العريضة، وبالتالي فإن الأصوات الحادة تكون سرعة اهتزازها عالية. أحسنت يا بلبل، يا لك من ذكي. والإنسان يسمع بين 16 هيرتز و 20,000 هيرتز فقط. تمام، فهناك أصوات في الطبيعة لا نستطيع سماعها ويمكن أن يسمعها كائنات غيرنا. مثل ماذا؟ أحياناً تسبق الزلزال أصوات انفجارات عميقة في باطن الأرض تسمعها بعض الحيوانات فتخاف ولا يسمعها الإنسان. بما أن الصوت عبارة عن اهتزازات، فكيف سيتم نقلها من مكان إلى مكان؟ لقد فكر العلماء بتحميل الصوت على الموجة الكهربائية، لكن الأمر معقد جداً. وهل فشلوا؟ بل اجتهدوا وعملوا، واكتشف العالم أورستيد سنة 1819 ظاهرة الكهرباء المغناطيسية. الكهرباء المغناطيسية؟ نعم، وسميت بالكهراطيسية. وما هي هذه الكهراطيسية؟ انظر يا بلبل، لاحظ العالم أورستيد أن مرور الكهرباء في سلك فوق بوصلة يغير اتجاهها. وما معنى هذا؟ معناه أنه تشكل حول السلك مجال مغناطيسي أثر على إبرة البوصلة. يعني أن مرور تيار كهربائي في سلك يولد حوله مجالاً مغناطيسياً. نعم، وسيكون للكهراطيسية شأن عظيم في مجال الاتصالات. هاتي أخبرينا يا لولو. أول ما استخدمت الكهرباء في الاتصالات من خلال وصل وقطع التيار بشكل متفق عليه. كيف تم ذلك؟ لم أفهم. ذكر العالم مورس مجموعة من الإشارات الطويلة والقصيرة كرموز للأحرف التي نستعملها. ماذا تعنين؟ اعتبر مورس أن الإشارة الكهربائية القصيرة نقطة، والإشارة الكهربائية الطويلة خطاً قصيراً. ولعله عبر عن كل حرف بترتيب معين من النقاط والخطوط. أحسنت يا بلبل، فالحرف ألف عبارة عن نقطة وخط، وحرف الباء عبارة عن خط وثلاث نقط، وهكذا. فإذا أردت أن أرسل كلمة بلبل أرسل الباء
ثم اللام ثم الباء ثم اللام. لإرسال حرف الباء نرسل إشارة كهربائية طويلة، أي خط وثلاث إشارات كهربائية قصيرة، أي ثلاث نقاط. وكيف تصل هذه الإشارات إلى المستقبل؟ يكون السلك الكهربائي موصولاً إلى طنانة تصدر صوتاً كالضجيج، وبسماع الأصوات الطويلة والقصيرة نعرف الأحرف المرسلة. تماماً، فكرة ذكية. تخيل يا بلبل، في عام 1860 كانت هناك حوالي 6000 محطة للتلغراف تعمل على هذا النظام، نظام إشارات العالم مورس في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. لكنها لا تنقل الصوت كما نسمع بالهاتف. فعلا، فهي تنقل فقط الرسائل والكلمات. أنا أفضل الهاتف. إذن عليك أن تشكر العالم جراهام بيل. شكرا يا... ما اسمه؟ جراهام بيل. شكرا يا جراهام بيل، لكن ماذا فعل؟ لقد استطاع أن ينقل صوته عبر الأسلاك، فهو صاحب الفضل في اختراع الهاتف. واو، وكيف فعل ذلك؟ وضع غشاء معدنيا رقيقا على مدخل تجويف على شكل حرف يو. هي، وماذا بعد؟ ووضع داخل التجويف مغناطيسا ملفوفا عليه سلك معدني، فحين يصل الصوت إلى الغشاء فإنه يهتز ويولد في السلك تيارا كهربائيا يسير عبر السلك. شيء مثير. هي، وماذا بعد؟ تصل الإشارة إلى المستقبل الذي يشبه بدوره المرسل، لكن هذه المرة يقوم التيار الكهربائي بهز الغشاء فيسمع المستمع الصوت. إذن في الطرف المرسل تتحول اهتزازات الصوت إلى نبضات كهربائية، وفي المستقبل تتحول الكهرباء إلى اهتزازات. يا للذكاء، لقد انتقل الصوت عبر الهاتف لكنه لم يكن بالجودة المطلوبة. وما الحل؟ بدأ العلماء بابتكار الطرق المختلفة، فوضعوا غشاء بلاستيكيا قابلا للتمدد والانضغاط حسب الصوت، ووراء هذا الغشاء وضعت حبيبات من الفحم. أرجوك دعيني أكمل، دعيني أكمل. تفضل، هيا تفضل أكمل. اهتزازات الصوت ستهز الغشاء فيضغط على حبيبات الفحم التي يمر فيها التيار الكهربائي بسهولة وينتقل عبر الأسلاك. أحسنت يا جراهام بلبل. لقد تذكرت. ماذا تذكرت؟ علي أن أهاتف زهرة، إذ يجب أن ننسق معا للحفلة. انتظرني. الآن سيتحول صوت لولو في الهاتف من اهتزازات إلى نبضات كهربائية. ما أجمل أن نتعلم ونعرف الأشياء. لحظة، اهتزازات الصوت تتحول إلى تيار كهربائي يمر عبر الأسلاك إلى الجهة المستقبلة، لكن كيف نتحدث بالهاتف المحمول؟ في هذه الحالة لا توجد أسلاك، فكيف ينتقل الصوت؟ يا إلهي، كيف يحدث هذا؟ النجدة، النجدة يا لولو، النجدة، النجدة يا لولو. حسناً، سأحدثك لاحقاً. ماذا هناك يا بلبل؟ ماذا جرى؟ النجدة يا لولو، النجدة، شيء معقد لا أفهمه. خير يا بلبل، هيا أخبرني. كيف ينتقل الصوت عبر الهاتف المحمول بدون أسلاك؟ ألهذا استعجلتني؟ لقد أخفتني يا بلبل. آسف يا لولو، لكني لن أرتاح إلا بمعرفة الموضوع. حسناً، لقد فكر العلماء بإرسال الصوت عبر الهواء بدون أسلاك، لكن معلوماتي تقول أن الهواء شبه عازل لمرور التيار الكهربائي، لذلك سيرسلون تياراً كهربائياً مغناطيسياً، أي كهربائياً. وسيحملون الصوت فوق هذا التيار. ولكن لدينا مشكلة، إذ أن تردد هذه الأمواج أعلى بكثير من 20,000 هرتز التي يسمعها الإنسان. حقاً؟ وما الحل؟ سيأخذون الصوت ويزيدون في تردداته بحيث تتوافق مع الموجة الحاملة، وعند الاستقبال سيتم استعادة التردد الأصلي للصوت. إنها أمور علمية معقدة تحتاج إلى مهندسين وليس إلى آلي صغير مثلي. لا تخف يا بلبل، سأتحدث إليك بشكل مبسط. تفضلي. يتم إرسال واستقبال هذه الأمواج الكهربائية لاسلكياً،
أي عن طريق هوائي. أرى الكثير مثله فوق أسطح المنازل. إن للهوائيات أشكال وأنواع وأحجام متعددة حسب نوعية الاستخدام. وهل تصل هذه الإشارات إلى مسافات بعيدة؟ لهذا السبب ابتكر الإنسان الأقمار الصناعية. ماذا؟ أقمار صناعية؟ لكني لا أراها في الليل. إنها مركبات صغيرة يا بلبل، ولا تقارن بالقمر. وما عمل القمر الصناعي؟ يتم وضعه على ارتفاع معين من سطح الأرض، ومهمته استقبال الإشارات المرسلة من الأرض ثم إعادة إرسالها على مساحات واسعة من الكرة الأرضية. هذا يؤمن تغطية واسعة للإشارة. نعم، فقد استطاع الإنسان عبر هذه الفكرة أن يرسل الصوت والصورة والمكالمات الهاتفية أيضاً إلى أرجاء العالم. وكم عدد هذه الأقمار؟ هناك أقمار كثيرة، ولبعضها مهمات خاصة مدنية وعسكرية، وليست كلها بهدف الاتصال. أصبح للأرض أقمار كثيرة، لقد سبقت في ذلك المشتري والمريخ. إن بين هذه الأقمار قمر عربي اسمه عرب سات. عرب سات؟ نعم، هو عبارة عن قمرين يحلقان على مسافة 36 ألف كيلومتر فوق سطح الأرض. واو، بعد شاسع. ويبلغ وزن القمر الواحد 680 كيلوغراما. ولماذا يستخدم العرب سات؟ يستخدم لإرسال البرامج التلفزيونية والإذاعية والاتصالات. جميل. وهناك النيل سات، وهو قمر عربي آخر. يا ليت كان لي قمر خاص يبث أخباري إلى أرجاء العالم. ومن تظن نفسك؟ ها؟ وهل جراهام بيل أفضل مني؟ إنه رنين الهاتف. من يا ترى؟ ألو؟ أهلا وسهلا. من؟ من تريد؟ تريد بلبل؟ من حضرتك؟ صديقه. غريب. من يا لولو؟ أحدهم يا بلبل يقول بأنه صديقك. ماذا؟ صديقي؟ ألو؟ نعم، أنا بلبل. ماذا؟ أنت صديقي الذي لا أعرفه؟ أهلا وسهلا، كيف حالك؟ عرفني عن نفسك. نعم، وأنا بلبل الآلي، تشرفنا. ما هو عنوان بريدك الإلكتروني؟ حسنا، ها حسنا حسنا. أغلق السماعة الآن وسأرسل لك رسالة. انتظر رسالتي يا صديقي، إلى اللقاء. ما الذي يجري؟ هل فهمتم شيئا مما حصل؟ مع كل تطور العلم والاتصالات هناك أشياء لا يمكن تفسيرها.